ديال ملف تهامي بناني. الجديد ديال تهامي بناني ان كانت الجلسه اليوم عند قاضي الاحداث في محكمه الاستئناف في الدار البيضاء، لانه حنا التمسنا من السيد قاضي القاضي الموضوع محكمه الاستئناف، لان الجلسه كتكون سريه، وكان التمس باش يدخل موت تهامي بناني معنا اللي دايرين به حنا الشكايه ديال الحشيه، لان السيد القاضي التحقيق كان تبعهم بالقتل العمد واخفاء معلم الجريمه وجميع القانون الجنائي كله تقريبا، الا ان حنا كنا كنلتمسوا في قاضي الموضوع ديال الجنايه الرشداء قاع السبعه، كنا كنلتمسوا دائما الاختطاف والاحتجاز، كيف المتابعه من القتل العمد الى الاختطاف والاحتجاز، لان ما عندناش وسائل اثبات، ما غنقدروش نثبتوا بان هذا السيد مات ولا تقتل ولا شي حاجه، باقي كنعتبروا الا ان تظهر الحقيقه، ولهذا السبب في قاضي الرشداء كندار خبره جينيه، درنا خبره جينيه عن جوج اللي كنا خرجنا من الرحمه، ودرنا عن السيده حياه والابن ديالها باش يقارنوا بين اش هو ولا باش هو، يقولنا باش الا كان هو باش مات، الا نحنا كنحتملوا كنستعبدوا هذه القضيه، لان كنا ديما كنطالبوا باقيين تنطالبوا الهواتف النقاله. وهذا بالنسبه لهذا الملف ديال هذا الحدث، السيده حياه ما كانش في راسها، لان ما كانش ديك الساعه منصبه محامي، ما كانش كتعرف، مشات قالوا لها خلصي المطالب المدنيه، مشات خلصت المطالب المدنيه على الرشداء وخلصت على ذاك القاصر، عطاتهم جوج تواصل ديال الرسوم، عطاتهم للقاضي الرشداء، قاضي التحقيق ديال الرشداء. لهذا ما بقاش متبعه على ذاك القاصر، خاص تحب راسها بان غيدوزوا كلهم بحال بحال، ما كانتش كتعرف الاجراءات، ما عندهاش شي حاجه شي درايه بالقانون، وسميتو الا ان القاضي التحقيق ديال القاصرين في الجنايات ما استدعاهاش، لان كان من اول وحده كان خاصها تستع هي السيده حياه، لان هي اللي متخدمه بشكايه، عادي يستمع لذاك القاصر ويدير لهم مواجهه، اذا فوت على مراحل التقاضي ديال الجنايات، هو يتكيف المتابعه، ومشى ثاني عند القاصرين ديال المحمديه ديال الجمحيه لان جنحها، وحتى ما استدعوهاش، داز ما استدعوهاش، ثانيا ما استدعاش قاضي الموضوع ديال المحمديه، وتحكم وسالفوا الملف ورجع محكمه الاستئناف. حنا كنتفاجئوا كنا كنقلبوا في الجدول، تبان لنا بان زياره كاين واحد الضحيه اللي هو ما بلغوهاش، خروقات قانونيه خطيره، ودابا ملي جيت التمس من قاضي القاصرين ديال الموضوع مشكورا، التمس منه بغيت باش لان هي ما بلغوهاش خروقات قانونيه في التحقيق وفي الملف كله، التمس منه يعطيني واحد الاجل باش ندير ابطال ديال المسطره ديال التحقيق كلها، الا انه رفض لنا هذا الطلب، ولكن عطانا واحد الملتمس احسن، قرر واحد القرار احسن اللي كنا كنت بغيناه، لانه كان خاصو يكون في الحقيقه من الاول، هو عطانا واحد القرار بانه غادي ياخر الجلسه، اخرها لنا لشهر 15 في شهر 12، وذلك لاحضار مصرحين، المصرحين هما دوك المعتقلين الرشداء، باش يدير لهم غيدير لهم مواجهه عند قاضي الاحداث، غيدير لهم مواجهه باش يستفسرهم، باش يدير لهم مواجهه بيناتهم، باش يعرفوا اشنو الطريقه، باش يعرفوا اش الدري اش وقع ليه، وديك الساعه غتكون عندنا من هنا لتما غتكون عندنا الخبره الجينيه لذاك القبر اللي كنا استخرجنا، وغنعرفوا اش هو وماشي هو، ديك الساعه غيوقع ما يوقع، إلا كان وحنا عندنا في الغالب بأنه ماشي هو، ولكن غنبقاو حتى نوصلوا الحقيقة، وبهذا القرار اللي خد القاضي الموضوع اليوم قرار جريء ومزيان، وهذا هو اللي بغيناه، لأن قاضي نزيه وبغى يوصل الحقيقة، وهذه هي الحقيقة، وما غنسكتوش وغنتنازلوش إلا أن تظهر الحقيقة، راه هذه روح عند الله عزيزة. القاصر اليوم اعترف بواحد الاعترافات اللي استفزتكم شوية، أن الوفاة ديال المرحوم لا باقي ما صندقوش، هو باقي ما بديناش حنا في خارج الجلسة قال اللي استفز مو، قال له بأن مات اوفردوز، راه الله اللي كاين، وكون كان هذاك ما اعتقلتو هذوك عماي وأنا تكر في السعودية، يعني أنه قال لك راه مات اوفردوز، قال لك بأنه هو اللي عطاه هذاك القرقوبي المخدر، عطاه ليه تهامي، ولكن تهامي ما عندوش فلوس، راه كانت عندهم 40 قرقوبيه، تهامي كتعطي مو يلاه كتعطي لانه اساتذه، راه ماشي اغنياء، كتعطي مو مسكين 20 درهم في النهار،
20 درهم غتشري بها 40 خرقوبيه، خرقوبيه ماشي ديالو، هو ما من عائله متوسطه الحال وما يمكنش مو تشجعه ولا تعطيه شي يعني ما على قد الحال، الا انهم هما اللي اغنياء، هما اللي عندهم فلوس، هما اللي غيشريو السيارات الفاخره، هما اللي غيكونوا عطاو قرقوبي ماشي هو. وحنا باقي تنصروا باقي ما غيوقفش الملف هنا، مازال غادي نديروا نستدعوا بزاف اشخاص اللي ضروريين باش نوصلوا الحقيقه، راه باقي ما بديناش. انا لحد الساعه كنلقى راسي باقي ما بديناش، لان لما جاوش جميع الناس هذاك السيد اللي كان باع عليهم قرقوبي راه معروف، استدعاتو اللي كان باع عليهم التاجر ديال المخدرات راه معروف، استدعاتو الشرطه القضائيه وسمعوا ليه، خاصو يجي، خاصو الناس اللي مشاو كندا خاصهم يجيو، الدريات اللي كان بنات اللي كانوا خاصهم يجيو. باقي الميف باقي ما مدينا فيه، باقي يعني ما كيبان ليا باقي لنا شي عامين ولا ثلاث سنين اخرى، لا ما متناش داك قدرنا وصافي. الظروف كتبغي تطمس الحقيقه ديال الوفاه والجوز اللي باقي ما لقاوش حتى الساعه. معلوم لان الجوز حنا 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 عينا، لان اللي بغاو يديروا خبره خاصهم يطبقوا الفصل 63 وخاصهم يبلغونا داخل الاجل خمس ايام، ما يكونش في السبت والحد وما تكونش اعياد. حنا قالوا هاتفيا هاتفيا جاوا عند الوالده ديالو ليله هذاك النهار، قال لها غدا غتكوني في روضه الرحمه، لقينا كل شيء موجود واكتشفنا ما شفنا، وراه كنا قلنا لكم ما شفنا، ولقينا بان تبعنا ملامول، بانت لنا الجوج باقا جديده، وراه ما يمكنش لنا نقولوا، وما يمكنش الدرك الملكي اللي احنا عارفين النزاهه ديالو والحنكه ديالو في هذه المواضيع ما يمكنش يقول لنا بان هو، لان هما نزهاء ما يمكنش يقول لنا هذاك الجوج ترى هي. هادشي اللي بان ليا. طالب اليوم في هاد الجلسه اليوم طالبنا قلت لك بابطال التمسنا اجل باش نديروا واحد نديروا مقال الرأي الى ابطال اجراءات التحقيق، الا ان القاضي رفض لنا ولكن اعطانا قرار بانه يحضر ذوك المتهمين الرشداء الى حين حضور خبره، غتكون ديك الساعه عندنا الخبره غنشوفوا الخبره اش فيها، وديك الساعه غيشوفوا القضاة اش غيديروا في هذا الملف، لان دابا باقي ما نقدر نقولوا حتى شي حاجه في هذا الموضوع، اللي ما جاتش الخبره ما عندنا ما نقولوا. الخبره انتم واش تخدات بطريقه قانونيه ام خارج الاطار القانوني؟ لان الخبره خصني ناخذوا ذوي الاختصاص. لا لا الخبره داروا ذوي الاختصاص، راه حضروا جميع الناس مسؤولين، كل شيء دار خدمته، راه جا السيد وكيل العام، راه جاوا الخبراء من الدرك الملكي، طبيبة وطبيب، الشرطة العلمية جاو، جا السيد المحافظ ديال المقبرة، القائد ديال المنطقة، يعني ديك الخبرة كانت قانونية، إلا أن كانت خروقات في فصل 63 اللي ما بلغوناش لآخر دقيقة، هذه هي اللي كاينة كنحتجوا عليها، ولكن حنا مشينا، واخا ما بلغوناش، ما بغيناش يحتجوا علينا يقولوا لنا بلغناكم وما جيتوش، مشينا، جينا حضرنا وعايننا والحمد لله اللي عايننا كل شيء وشفنا كل شيء وعارفين كل شيء.